صباح الخير لك المشاهدين الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد وبحلقه جديده. ان شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل شيء بتتمنوا والخير لقلوب كل الناس. صباح الخير يا فرح. صباح الخير ليا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. ان شاء الله كل الناس بيكونوا مناح بخير وصحه كثير منيحه. اليوم ساعه وربع من الوقت رح نترافق فيها معكم برحله صباحيه مع ضيوف كثير مميزين، رافقونا بعد الفاصل. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1917 تم إعلان نظام جمهوري في روسيا. في عام 2003 السويد ترفض في استفتاء عام اعتماد اليورو عملة لها. وفي عام 2015 فريق ليغو يرصد أول موجات جاذبية نتجت عن اندماج ثقبين أسودين، ما يثبت جزءاً من نظرية النسبية العامة لأينشتاين. من أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1849 عالم الفيزيولوجيا الروسي إيفان بافلوف، وفي عام 1926 الروائي الفرنسي ميشيل بوتور. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1321 الشاعر الإيطالي دانتي إليغري، وفي عام 1916 عالم الرياضيات والكاتب الإسباني خوسيه إتشغاري. ومساحة خاصة أكيد للفن التشكيلي ودرج الياسمين اللي احتضن مجموعة من الشباب اللي عبروا عن العبق الدمشقي. منتابع التفاصيل مع تقرير زميلتنا إيليا علا. بمشاركة فنية متنوعة من رواد الفن التشكيلي وبإشراف من الفنان أسامة دياب، أقيم معرض خطوة السادس بعنوان درج الياسمين في صالة لؤي كيالي بالرواق العربي بدمشق. معرض الفنانات ممارسات وخريجات، هن تخرجنا من مرسم الفنان أسامة دياب الزميل الغالي أسامة دياب. تعددت المواضيع الموجودة في المعرض وهي أعمال لفنانات هن منهن متميزات ومنهن من قدم عمل يعتبر بدائي ولكن مقبول بصورة عامة. أحيي هكذا نشاطات لأنها ترفع المستوى الثقافي بالنسبة لبلدنا سوريا الحبيبة وتشجع على الارتقاء إلى الإبداع والتألق. نأمل دائما إقامة مثل هذه النشاطات والارتقاء بالفن التشكيلي عموما. الإشراف على هالمجموعة هي بيتطلب أن يكون دائما نحن في على فكرة طرح موضوع موحد للمجموعة نحكي فيه عن ما يلزم هذا المجتمع انه نحن يلزم بلدنا انه نقوله نوجيه للعالم نطرحه. حكينا عن التراث، حكينا عن العادات والتقاليد الجميله، حكينا عن المكرمات الحلوه، حكينا عن الريف الجميل، حكينا عن الاطلاله الجميله، حكينا عن اشياء كثيره بكل بمجمل الاعمال هي. هي مشاركتي الرابعه بمجموعه خطوه اللي كل سنه بنكون عندنا معرض باشراف الاستاذ اسامه دياب. فشاركت هالمرة كل مرة بيكون في موضوع معين للمعرض، المرة هي شاركنا بأعمال سابقة عنا. أنا مشاركاتي كلها بتكون بالليل، بحب أرسم بالليل، استخدمت ألوان الإكريليك والفرشاي السكينة. معرض بعنوان درج الياسمين مثل ما شايفين بيحكي عن التراث، التراث السوري، تراث الريف أيضا. بما أني ابن البيئة الساحلية فأنا اخترت اللوحة هذه بخصوص المرأة الريفية، التراث الريفي، واللوحتين هذول البيئة الشامية، فدمج واختلاط بين التراثين الريف ومدينة. معرض بعنوان درج الياسمين مثل ما شايفين بيحكي عن التراث، التراث السوري، تراث الريف أيضا. بما أني ابن البيئة الساحلية فأنا اخترت اللوحة هذه بخصوص المرأة الريفية، التراث الريفي، واللوحتين هدول البيئة الشامية، فدمج
واختلاط بين التراثين الريف ومدينة. المعرض الذي قدم 9 فنانين وتضمن 24 لوحة ذات مواضيع متعددة تسقط الضوء على صور من حياتنا اليومية والتراثية، منها بتقنية الزيت ومنها الأكريليك. ومتابعينا أكيد بصباحنا، ومن معرض الفن التشكيلي إلى فن الحرف السورية يلي خصصنا لليوم حيز كبير ضمن رحلتنا الصباحية، لأنه هي بتشكل صلة وصل ما بين الماضي والحاضر وعنصر جمالي واحد ومكونات الهوية الحضارية. رح نروح مع بعض إلى مشروع أرتيزانا، هو أول مشروع سوري بيهدف للارتقاء بواقع الحرف والأعمال اليدوية. بدنا نرحب بمؤسسة هالمشروع هلا الكناي. أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. صباح الخير، مسعد صباحكم جميعا. صباح الخير عن جديد، أهلا وسهلا فيكي. خبرينا بالبداية عن مشروع أرتيزانا، شو بيعني ونعرف تفاصيل هاي المبادرة يلي طبعا مثل ما عرفنا أنه من 22 ل 24 شهر أيلول. مشروع أرتيزانا سوريا هو مشروع اختصيناه للحرف اليدوية بسوريا، كل شيء حرفيين بيشتغلوا بمواد الصدف، المزيك، النحاس، الشرقي، الإيشاني، فحبينا نوجهه أكثر شيء لهذا المجال. تأسس المشروع بظروف الحرب اللي مرقنا فيها، وحبينا نكون نحن مساعدين لنساند الحرفيين، فحبينا يكون نحن نشتغل على ترويجهم، نصمم منتجات غريبه ومعاصره ونقدر نروج لهم بالطريقه الصح بالمجتمع. من ضمن اهداف أرتيزانا كانت هي مبادره اللي هلا عم نشتغل عليها، هي مبادره سوريا ام الكل يلي بدها تصير بحلب. هاي المبادره حبينا هالمره نخصصها للسيدات المعيلات، سيدات يلي موجودين ببيوتهم وبيشتغلوا شغل منزلي بكل إن كان مونة، إن كان حرفة يدوية، كروشيه، التطريز، الخياطة. فحبينا نحن كمشروع أرتيزانا بحكم إنه نحن منساهم لنروج للحرفيين، إنه نروج لهم للسيدات المعيلات. تمام سيد هلا، يعني في كثير من الحرف اليدوية عم نشوف الاهتمام الكبير فيها لحتى ما تنقرض، وخاصة الحرف الدمشقية. صح. العريقة. صح. عم نشوف دورات وخاصة للسيدات قديش عم يحبوا يتعلموا هيك حرف. اليوم نحن بأرتيزانا سوريا قديش عم ندعم هاي الحرف، قديش عم نسلط الضوء عليها، مو بس بمعارض أو بجولات بالمحافظات، أيضا سوشيال ميديا عم يكون في تسويق لها، عم يكون في يمكن مساهمة لدعم السيدات المعيلات بهاي الحرف. هلا نحن حاولنا بالعشر سنين انه نحن ندخل الحرفه اليدويه بالسوشيال ميديا بحكم انه كلياتنا هلا بقيانين على الموبايلات وعلى النت وعلى الفيس وعلى الانستا، فحبينا نحن ندخلها وتصير معاصره. فنحن لما بنخلي حرفي نصور الحرفي وهو عم يدق النقش، عم يصدف، عم يدق النحاس، وننزلها ونأرجي الناس مدى اهميه هالحرفه وقد ايه الحرفي عم يتعب، ممكن كثير من الشباب او السيدات يحبوا يقدروا كمان يشتغلوا ويساعدوا بهي القصه. عم نقدر نحن قدر المستطاع نروج لها بالمعارض ان كانت داخليه وان كانت خارجيه. نحن من ضمن المعارض اللي شاركنا فيها وساهمنا لنروج بفكره المشروع انه نحن نروج عن طريق السوشيال ميديا بمعرض سوراج كوند ميلا اللي صار بالهند 21، نجحنا واخذنا الجائزه الاولى لفكره مشروعنا، لانه كان اول مشروع عم يشتغل انه نحن نروج عن طريق الانترنت، عن طريق الناس تقعد هي وقاعده توصلها فكره الحرفه شو هي الحرفه، واذا حبوا يوصوا عليها. طبعا واذا حبوا يوصوا عليها. هلا كسيدات طبعا في اوقات مهن شوي صعبه على السيدات، يعني مثل النحاس شوي صعبه انه السيده تشتغلها، ففي مهن للست هي اخف من يعني كتدريب او كشغل اخف، مثل الكروشيه. نحن اشتغلنا على دوره كروشيه اللي هو السناره والخيط الحرير، بتعرفي هلا نحن بنتميز بخيط الحرير وبنتميز فيها للكروشيه. حتى ممكن الامور الايشاني، يعني هلا الايشاني سيده هي بتشتغل فيها. الايشاني هي عباره عن عجينه بتنحط بالفرن بعدين بتتلون بترجع بتنحط بالفرن،
فنحن في مهن مختصة يعني ممكن نحن نشتغل مع السيدات، وفي مهن خاصة للرجال. اليوم قدي مهم، يمكن مشان ما تندثر هي المهن، قديش مهم اليوم شيوخ الكار اللي بعضهم هاجر والبعض الآخر يمكن غير مهنته لحتى يكون عنده باب رزق حقيقي يعيش منه، لأنه أكيد هذا الشيء بظروف الحرب خصوصا ضعف. فاليوم كيف بدنا نرجع نقوي ونعيد الحياة لهم، يمكن حتى كسوق كمردود مادي ما بقى مثل الأول؟ ما هلا قدر المستطاع بدنا نحاول نفتح لهم أسواق خارجية، يعني المعارض الداخلية ما كتير بيقدروا يجيبوا منها دخل، فمثل شيوخ الكار والحرفيين الأساسيين أو يلي عم يتدربوا لازم نفتح لهم معرض خارجي لحتى نقدر نسوق برا ونرجع نعيد الإحياء للبيع أكثر، يعني نرجع نزيد البيع للحرفة اليدوية السورية. فهي في صعوبة، نحن عانينا، يعني نحن مرقنا بظروف كتير صعبة، لا في مواد نقدر نأمنها بكل التفاصيل، لا في حرفي عم نقدر يكون عنده حرفته تضررت بالريف. فعندنا شيوخ الكار اللي سافروا اصلا، يعني هلا في شيوخ كار برا عم يشتغلوا، يعني في شيوخ كار طلعنا على، في مره طلعنا على ايطاليا كان في شيوخ كار سوريين عم يشتغلوا بحرفة الزجاج. هلا نحن حرفة الزجاج عندنا مشكلة اخر، في هلا في طبعا شيوخ كار عم يشتغل فيها، بس في اثنين كانوا، في شخص منهم كان بلتكية ومرة كنا واقفين عم نسأله نحن انه هذا هي الحرفة انه ورثها ابنك، يعني ابنك تدرب؟ قام قال لي لا للأسف ابني اخذ مجال المعلوماتية ودرس معلوماتية وما في غير انا بشتغل، وللأسف توفى. فهالحرفة اذا ما حاولنا نحافظ عليها وندرب مشكلة كتير كبيرة، لانه عن جد بصير فيها اندثار. قدر المستطاع عم نحاول. هلا نحن بحلب، زيارتنا على حلب ومبادره سوريا ام الكل، طبعا هم مشكورين وزاره السياحه والسيد محافظ حلب السيد حسين دياب، وبتعاون وبشراكه مع الامان السوريه وغرفه الامان السوريه للتنميه وغرفه تجاره حلب، شاركونا لنعمل مبادره لحتى نخلي نوجه التجار يجوا ويساهموا ويساعدوا ليشتروا من هالمعرض. يعني هيك مبادرات بتخلق فرص، بتخلق سوق للبيع. في اقبال من الشباب على التعلم؟ نحن كمبادره نحن خصصناها للسيدات، يعني اللي عنده ظروف صعبه. الامانه السوريه عم تشتغل على دعم السيدات، فاللي موجودين ببيوتها بتمنح قروض، فنحن بواجبنا كمشروع ارتزانه نضوي على نساهم ولو بجزء صغير، نضوي ونساعد قدر المستطاع نروج لهم. في اقبال بده يصير، نحن عم نوجه رساله للفعاليات الاقتصاديه، انه يعني هلا نحن عندنا تجربه سابقه بحما، محافظه حما، نحن عملنا مبادره قبل ولقت النجاح لانه تجار حما دخلوا واشتروا المعرض كله. هلا جزء صغير ما رح يأثر بالنسبة للتاجر انه يدعم، بس بالنسبة للسيدة حتكون أكيد تعبة كتير. لما بتشتغلي بإيدك وبتتعبي وبتحصلي على هذا التعب كتير بتصير تأنجزي، فنحن عم نحاول انه بليز ساعدوا، لانه هي الإنسانة بحاجة الدعم وهي عم تشتغل بإيدها. ممكن يصير في تعاون بعدين مع التجار لإدخال لينك من يعني من شي كروشيه أو شي؟ هلأ عم نشوف الكروشيات داخلين بالبراندات العالمية كتير هلأ دارج، فممكن كمان يصير في لينك بيناتهم وبين التجار. خلينا نحكي عن التعاون وعن المساهمة بدمج هاي السيدات، إن كان بالمجتمع الأهلي، إن كان بالمجتمع الاقتصادي أو الفعاليات الاقتصادية، إن كان مع التجار. يعني في كتير من السيدات ممكن ما تقبل تندمج بمجتمع جديد، يكون عندها مخاوف، ولكن عملية الدمج يمكن أرتيزانا سوريا ضمن الإيفنتس اللي عملتها هي عم تسعى لهذا الشيء. خلينا نحكي عن الدمج. نحن نتمنى ورسالة موجهة لهم، لأنه نحن دعمنا كمشروع من وين إجا؟ إجا من الجهات الحكومية، منهم هن لرجال الأعمال والشركات الخاصة. فنحن منوجه رساله انه بنتمنى انه من التاجر يلي عنده مهنه او شغل بمصنعه او بتجارته بتعنى بالشيء السيده اللي هي حاططه، انه يصير في تواصل بيناتهم ويقدر يساعد ويساهم. هلا بحما مرقنا بتجربه، في سيدات عم يعملوا اناني من الخل واناني من الدبس، بس المشكله عندهم الباكجينج كثير سيء، يعني انه ما عم يعرفوا كيف بدهم يحطوها ويحطوها يعني يحفظوها،
بتعرفوا منتج غذائي فكتير صعب، فنحن حاولنا نوصل مع تاجر انه بنتمنى انت تعطيها خبرتك تتبنى مشروعها وتساعدها انه هي تطور المنتج تبعها. بهالطريقه بصير في تشارك ما بين التاجر وما بين السيده او ما بين الشخص، يعني هي مو بس سيده، نحن بشكل عام نوجه رساله للكل انه هي حرفه اليدويه بالنهايه هي كمالي ماله اساسي. فنحن هلا اي شيء عم يشتغلوا بطريق مبسط عم نحاول قدر المستطاع نبيعه، لان احنا بمشروع ارتزانه بالشركات نحن بنشتغل هدايا للشركات، حاولنا ندخل المنتج السوري ونطلع المنتج الغير السوري. فنحن معظم الشركات يلي عم نشتغل مع او يلي عم يشتغلوا معنا منتج عم يتقدم هدايا هو شرقي، لانه السيدات بس الشرقيه اللي بتخص الرجال، يلي هي مهنه الصدف، مهنه الخشب، مهنه النقش. فنحن بس السيده عم نحاول نروج لها بمبادراتنا، بس ما فينا ندخلها بالهدايا لانه مختلف الوضع بيكون. بس نحن واجبنا هون انه نحن ندعمها ونكون معها، فنحن هون بنعمل مبادره ومنحاول قدر المستطاع. طبعا هلا نحن بنكون ممنونين للسيد المحافظ حسين دياب انه هو يدعمنا بهذا الموضوع وانه يساهم انه يدعمونا اكثر بالتوجيه انه نقدر ندعم بهي المبادره. فممكن هي الرساله تصير بين التاجر وما بين السيده. وبحما نفس الشيء صارت، في سيده بتشتغل بالادوات اللي هي اللبنه الجبنه، وفي معمل مهم بحما فوصلناها معه، فصار كل منتج اللي هي عم تطلعه عم يروح مباشر على المعمل، والمعمل هو عم يبكج لها وعم يبيع لها، وهو بالنهاية مساهمة كتير حلوة منه كانت. ونفس الشيء عملناه لسيدة تانية، فبنتمنى انه كل الحرف بهالطريقة تصير. اكيد اذا بدنا نرجع شوي لمشروع ارتزانة من عام 2010، كيف كان مجرد افكار، كيف تبنيتوه لحتى صار مشروع حقيقي على ارض الواقع، وهذا التطور على سنين طويله، شو التطور وشو احتياجات يمكن الاعمال اليدويه لحتى وصلنا لليوم؟ مشروع ارتزانه لما تاسس ونحن فكرنا فيه عن جد هو كانت عباره عن فكره، بس لما بلشنا نخدم افكار التطوع والامور الانسانيه فيه تطورنا اكثر. ولما فتحوا لنا ابوابهم الشركات وآمنوا بأهداف مشروع ارتزانة أنه نحن عم نساعد عم نساهم عم نوصل مباشر بين الحرفي وبين السوشيال ميديا ونرجيهم للناس أنه هالحرفي هو، فكتير عنا صار مصداقية من قبل الشركات. وهون كمان بدي أوجه شكر لـMTN، شركة MTN وبنك سوريا الدولي الإسلامي اللي هلأ مشاركين معنا بالمعرض، يلي هن من الأوائل الناس يلي وثقوا فينا وآمنوا بمشروعنا وساهموا وساعدوا لحتى نحن نطور منتجنا وننشره لكل الشركات. في صعوبات اكيد جاوا، يعني صعوبات مرقنا فيها برجع بكررها، بس قدرنا بهالدعم الكبير انه نحن ننطلق وما نوقف وما نستسلم. في مراحل من المراحل نحن يعني قررنا نوقف، يعني في مرحله من المراحل صار عندنا صعوبات وضغوطات نحن كمشروع، لان حرفه يعني صعبه ترويجها بظروف حرب، ناس بدها يعني تروح على الاكل، نحن عم نروح على شيء اساس وديكوريشن، يعني شيء مختلف كليا عن ثانوي بالنسبه للعائلات احتياجات الناس. تمام، فلو ما الشركات فتحت لنا بوابه ووثقت فينا نحن ما قدرنا كفينا. وهي هي الرساله، نحن وهدفنا انه نحن الشيء اللي قدموا لنا اياه والاهداف اللي نحن اشتغلنا عليها والدعم اللي تقدم لنا انه نحن ما نبخل نعطيه لغيرنا، وما نبخل انه ما نرجع نحن نروج لغيرنا، لانه نحن عانينا كثير. فما كثير صعب انه انت يصير في عندك انانيه بمشروعك ما تساعدي حدا. فنحن على مستوى في شابين من ذوي الاحتياجات الخاصه هن عندهم بس بيشتغلوا بايدهم، يعني هن عندهم اعاقه ما بيقدروا ابدا يشتغلوا غير بس فقط سناره وشال. نحن تبنيناهم وصرنا ناخذ منتجاتهم وصرنا نشغلهم. نعم. فبهالطريقه نحن عم نحاول ننشر رساله وننشر هدف ارتزانة وتضل استمراريه ارتزانة. ان شاء الله نضلنا مستمرين يعني ان شاء الله. بالختام ست هلا، كيف فينا نحن هيك نخبر السيدات انه ينضموا لكم؟ اي حدا عنده فكره او عفوا او الرجال اي حدا عنده فكره عنده حرفه بحب يتعلم، كيف فيه يكون مع ارتزانة سوريا وحتى من باقي المحافظات مو بس من دمشق؟ هلا نحن في عنا اكيد صفحتنا على الفيسبوك ارتزانة سوريا هاند ميد، في اكيد رقم بيقدر يتواصل معنا ونحن بنقدر نوصله مع الاشخاص المختصين بالحرفه اللي هو حابب يتدربها.
واكيد يعني في عندنا حرفيين مهره وحرفيين نفتخر فيهم، فاكيد ما راح يبخل الحرفي انه ما نبعث له. هلا بالنسبه للسيدات اكيد يتواصلوا معنا، وبكل مبادره راح نعملها اكيد راح يكونوا موجودين معنا. لاستقطاب عدد منيح من السيدات والمشاركين اكيد. هلا بحلب يعني وصل هلا 45 طاوله، ونحن كنا فاتحين بس 25، بس لما لقينا هلا حلب امبارح عم يخبرونا انه في في سيدات عندهم حاله اصابه سرطان، بس هن عم يشتغلوا مشان يجيبوا وارد لهم، فطلبوا منا كمبادره انه فيهم يشاركونا ويحطوا منتجهم لحتى يقدروا يدعموا سيدات المصابين فنحن المصابين بالسرطان. فنحن فورا قلنا لهم انه نحن معكم بهذا الموضوع. بعد حلب وين ممكن نشوف ارتزان؟ نتمنى هلا المبادره تنجح بدعم من السيد المحافظ وننتقل لكل المحافظات، وان شاء الله نختمها بدمشق بفكره هيك كبيره شامله ممكن من المحافظات. هلا هي فكره أيضاً. نحن عم نشتغل عليها، هي يعني هي مبادره حتكون بدمشق بتتنزل بجينيس بكتاب جينيس، فان شاء الله تكون نهايتها هون ونرجع نخلق طبعا مبادرات ما تكون واقفه. فهو هذا الصندوق حيكون بصندوق اكبر صندوق للحرفه اليدويه، بضم كل الحرف بكل اشكاله، حيكونوا معنا اكيد الحرفيين، واكيد حيكون معنا الاشخاص يلي نحن بنفتخر فيهم من رسامين لفنانين تشكيل الى كل الناس اللي بيشتغلوا بالحرفه اليدويه. حيكون اذا قدرنا السنه الجايه اذا قدرنا نصممه، لانه تصميمه كثير صعب وتفاصيله كثير صعبه، بدنا نحاول كل جزء من هذا الصندوق نخصصه لحرفة من حرف سوريا. تمام، يعني ست هلا نحن كثير بدنا هيك نتمنى لكم التوفيق، واكيد النية الطيبة والقلوب هيك الموحدة مع بعضها لهدف سامي، وهو انه العطاء لحتى نأمن لقمة عيش بهي الظروف الصعبة، ان كان للسيدات وان كان للرجال ايضا. شيء كثير مهم وشيء كثير حلو، واكيد نحن ناطرين ارتزانة سوريا ان شاء الله بجنس وعالميا تكون ان شاء الله. شكرا كثير لك وموفقين بخطواتكم الجاي وبمعرضكم بحلب. بدي اتشكركم كثير، لانه نحن انتم اللي بتوصلوا صوتنا وبتوصلوا رسالتنا، فشكرا كثير لكم، ان شاء الله بتكونوا معي بتغطية جينيس ان شاء الله. يا رب. شكرا لك وكل التوفيق. شكرا. اما هلا مشاهدينا فصار الوقت حتى ننتقل الى غرفه الاخبار للاطلاع على اخر واهم المستجدات على الساحه السياسيه العربيه المحليه والعالميه مع زميلتنا شيرين. صباح الخير شيرين. صباح الخير فرح، صباح الخير ليا مشاهدينا، موجز لي اهم الانباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم جدد المشاركون في ملتقى حوار القبائل والعشائر العربي والنخب الوطنية الرابع الذي عقد في حلب، تمسكهم بالثوابت والمبادئ التي تؤكد على وحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأكد البيان الختامي للملتقى رفض كل أشكال الاحتلال الأجنبي لأي جزء من سوريا والوقوف في خندق واحد مع الجيش العربي السوري وقيادته، وشدد البيان على إدانة كل أشكال الدعم لقوى التقسيم والانفصال من ميليشيات عميلة للاحتلال، وعلى ضرورة خروج كل القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية بصورة لا شرعية ومن دون تنسيق مع الدولة السورية. استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفاء الفلسطينية أن الشابين أحمد عابد 23 عاما وعبد الرحمن هاني صبحي عابد 22 عاما استشهدا متأثرين بإصاباتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مرورهما على أحد حواجزها شمال شرق المدينة. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 15 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. أفاد حرس حدود في كرغيزستان صباح اليوم الأربعاء بأن المنطقة الحدودية مع طاجكستان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين عناصر حرس الحدود للبلدين. وقال حرس الحدود القرغيزي في بيان له أن حادثا باستخدام أسلحة وقع اليوم على الحدود القرغيزية الطاجكية في أراضي مقاطعة باتكين الجبلية بجنوب كرغيزستان. وأوضح البيان أن مفرزة من حرس حدود القرغيزي عثرت على عناصر من
من حرس الحدود الطاجيكية أنشأوا موقعا قتاليا في جزء لم يتم ترسيمه من الحدود في انتهاك الاتفاقية السابقة بين الطرفين. وفي خبرنا الأخير، أعلن رئيس جمهورية دانييسك الشعبية دينيس بولوشين أن الجيش الروسي والقوات الجمهورية أحبطتا هجوما لقوات نظام كييف في قرية شوروفو قرب مدينة كارينسي ليمان شمال الجمهورية. وحاولت القوات الأوكرانية عبور نهر سيرفيسكي دانييسك لكنها فشلت. وأضاف بولوشين أن قوات نظام كييف حاولت شن هجوم مضاد محدود تم رصده في منطقة شوروفو، مشيرا إلى أن قوات كييف المتمركزة في مدينة تعاني من نقص من الأفراد والذخيرة. وأكد بولوشين أن الوضع في كارناسي ليمان مستقر على الرغم من محاولات قوات كييف الخروج للاستطلاع، كما تم منع أي أعمال للقتال للقوات الأوكرانية في منطقة يامبول. ختام الموجز، والآن نعود إليك فرح. شكرا لك شيرين من غرفة الأخبار، ومكملين أكيد بصباحنا. مكملين يا فرح، وخلينا نروح إلى فقرتنا الطبية. رح نحكي اليوم عن يعني عن شيء كتير شائع وهو عم يضر العين، وهو انسدال الأجفان. وكتير من السيدات والرجال عم يلجأوا إلى عمل جراحي لحتى يشدوا الأجفان. رح نحكي عن هالتكنيك، رح نحكي هل في تطور بأنه يصير بعيدا عن الجراحة وجراحة العين، مع الدكتورة بوسينة بدر الدين، شيخة اختصاصية أمراض العيون وجراحتها. صباح الخير دكتورة بوسينة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. مثل ما قلنا بالبداية أنه هو صار يمكن موضوع كتير شائع سواء بين السيدات أو الرجال، للأسف حتى عم نشوفه بعمر شوي مبكر. شو السبب؟ شو هو انسدال الأجفان بالأول وشو السبب؟ هلأ إذا بدنا نحكي عن الانسدال بشكل عام بالتعريف العريض لإله، الانسدال هو أنه الجفن العلوي تبع العين ما هو بموضعه الطبيعي، إنما هو نازل، يعني توضع سفلي للجفن العلوي للعين. هاي الحالة ممكن تكون ولادية وممكن تكون مكتسبة. هلأ هذا الانسدال بشكل عام، هلأ الانسدال الشائع عند العالم أنه هذا اللي هو بنقوله نحن ترهل أجفان، أنه الجفون أو الجلد الزايد نازل على العين فبيقولوا له انسدال. هذا جزء من أنواع الانسدال، يعني ما هو الانسدال الأساسي، لأن الانسدال ممكن يجي خلقة مع الولد وقت ما بيخلق، وهي هي حالة خطيرة بالنسبة لنا من الناحية العينية، للناحية الإبصارية للعين. هون ممكن نعمل عملية بعمر صغير أو لا؟ تمام. هلأ إذا الانسدال ناتج عند الطفل كان وحيد الجانب بشكل خاص ومغطي ببو النظر، يعني الحدقة تبع العين الببو الأسود كان مغطى تقريبا نصه بهذا الجفن، هذا حالة إسعافية، يجب التداخل مباشرة ورفع الجفن، لأنه إذا ما صار هالشي هاي العين حتنحرم من الإبصار، كأنه عين مغطاية، والعين المغطاية عين ما يعني لا تبصر. وهذا الشيء إذا صار بالأعمار الصغيرة حتكون دائم وغطش غير قابل يعني انه يرجع مره ثانيه، هي العين لا تبصر مره اخرى، فهي حاله اسعافيه تعتبر، لازم نرفع الجفن اسرع ما يمكن حتى يعني بالاعمار الاولى بالاشهر الاولى. هلا اذا كان هذا الانسدال مو شديد، يعني مغطي بس ما انه مغطي الببو كامل، يعني الولد عم يحاول يشوف من خلال مركز الحدقه، عم يرفع راسه وعم يتلاعب بالموضوع، بنحاول يعني ناخر الموضوع ونراقبه ليصير عمره مناسب للعمليه. تمام دكتورة، خلينا ننتقل إلى الأعمار الكبيرة، يعني ممكن تصير تسعب بالعملية أو شد الأجفان أكثر مع وجود يمكن ترهلات كبيرة، تجاعيد، أو خلينا نحكي عن وجود تكنيك البوتوكس بالوش يلي كثير من الأشخاص عم يستخدموها لشد الأجفان بس يمكن ما عم تزبط معهم. خلينا نحكي قديش يمكن فرق بين العمل وبين الشد، العمل الجراحي والشد بالبوتوكس. هلا اللي انتم عم تحكوا عنه هو الانسدال الناتج عن ترهل الاجفان. تمام. هلا ترهل الاجفان اذا كان في جلد زايد ومؤدي انه الجفن عم يضغط على الجفن وينزل الجفن، فهذا ما حيشيله البوتوكس. البوتوكس هو بيزيل تجاعيد الحركه فقط، يعني انا عم بعبس عم بزور في تجعيده طالعه، فانه هذا الشيء بزيله بالبوتوكس،
وقت ما بنعطي بوتوكس بمنطقة الجبهة عم يؤدي ذلك إلى أنه ترفع الحاجب مو الجفن، الحاجب اللي بيرفع عن العين، فبتبين المسافة أكبر وبيبين أنه فتحة العين أوسع، بس هذا ما بيزيل الترهل، ما بيزيل الانسدال إذا موجود. في شغلة هلأ كثير شائعة وترند، هي عبارة عن الخيوط الجراحية، انه عاملين كات اي، انه شادين الجفن بطريقه انه عم تعطي منظر هي السحبه تبع العين. هلا هذا كمان بيسحب، يعني بيرفع الحاجب، نحن عم نحكي عن حاجب، ما بيرفع الجفن اللي نازل، فهو بيعطي سحبه للعين، بس ما هو هذا اللي بيعالج لنا المشكله الاساسيه. هدول تقنيات بس بتزيد فتحه العين بدون ما تزيل المشكله الاساسيه اذا في ترهل او انسدال. هلا الانسدال اذا سببه العمر فهو انسدال صفاقي، بنقول له انه عضله الجفن ما عم تقدر ترفعه للجفن. هذا بيجي مع العمر، ممكن يجي مع رض، ممكن يجي مع حساسيه، اذا عم يعرق الواحد عينه بشكل مستمر، هي الامراض الشائعه اللي عنده رمد ربيعي كثير بيعرقوا عيونهم، هذا بيؤدي انه الجفن تبعهم بتلاقيه عيونهم هيك مثل الدبلانه نعسانين ماشيين عيونهم هيك يا دوب مفتحه، هذا بنقول له انسدال، انه جفنه نازل نتيجه العرق المستمر، لانه العضله تبع الجفن رخت ونزلت لتحت، فهدول اسمهم انسدال صفاقي. هذا بيجي مع العمر، ممكن انه التقدم من العمر انه بيزيد التجاعيد بسبب الجاذبيه والوقفه المستمره، وجهنا كله بينزل لتحت، فهذا كمان بيؤدي انه هذا الجلد الزايد عم يتراكم وعم يخلي الجفن ينزل، فهذا اسمه انسدال صفاقي. هذا الانسدال تصليحه جراحي، ما بيصير تصليحه لا بالبوتوكس ولا بالفيلر ولا بالخيوط الجراحية، تصليحه انه هاي العضلة اللي فكت او الرخت نحن مضطرين يعني نقصرها او نقرب نعيد ارتكازها مرة تانية على موضعها الطبيعي لتقدر تشتغل وترفع الجفن. دكتورة عم نشوف معنا صور اطفال عم بيعانوا يمكن من انسدال الاجفان، هون السؤال اذا اضطرينا نحن نعمل عمل جراحي لهدول الاطفال، السؤال ممكن يرجع يصير معهم انسدال الاجفان على مر السنوات او لا ممكن هي تكون الحل الجذري لهم؟ هلا هي المريضة مريضة لإلي، هاي صورتها كانت هي بعد العملية وهي صورتها اثناء الجراحة، الصورة اللي قبل الجراحة ما بعرف اذا ممكن نعيد الصورة قبل اللي قبل هي صورتها مبين انه جفنها مغطي تقريبا الحدقة ونازل، مو هاي الصورة، هي بعد ما انتهى العمل الجراحي، اول صورة عرضتوها اذا في مجال بده تنعاد ما عم ترجع عليها. الفكرة الاساسية انه الجفن هي بعد العملية، الطفلة عم تعاني من انسدال جفن كامل، ما انا قدران تفتح الجفنة، عمرها صغيرة، عمرها 5 سنين 6 سنين، هدول عمرهم. ليش نعرف انه عمليات التجميل لازم تصير بعد 18؟ هذا الشيء صح لا. او لا؟ هذا الغلط اللي الشائع. هلا الانسدال عند الاطفال اذا نحكي عنه بشكل خاص هو مثل ما قلنا ممكن يكون وحيد، ممكن يكون بالعينتين سوا، فهي الحاله اللي عم يعرضها هي حاله وحيده الجانب، الجفن منسدل كان البوبو شوي انه ما مغطى، فانه تاركينه للطفله لهالعمر. الاحسن عمر للتداخل على الانسدال عند الاطفال هو قبل عمر المدرسه، قبل ما يفوت على المدرسه، لانه مشان ما تتاثر وظيفته الدراسيه يعني وظائفه وادائه المدرسي، ومشان ما يصير في تنمر من اصدقائه عليه انه شكل عينك غلط، ليش هيك عينك، عينه نازله ما هو طبيعي. فاحسن عمر للتداخل هو قبل عمر المدرسه، بعد 4 سنين ل7 سنين هذا العمر ممكن نتداخل عليه. العملية الأساسية لإله هي صورة العضلة الرافعة، إنه ساحبتها هي العضلة اللي بترفع الجفن، هي العضلة بيكون فيها ضعف خلقي يعني إنه ما عم تشتغل مزبوط، نحن منقصرها، هي عضلة ما أنا فعالة كثير، فمنقصر هاي العضلة وبنعيد خياطتها مرة تانية على الجفن، فبترجع بتشتغل، فبتلاقي فتحة العين صارت نظامية، الطفل المنظر تبعه كتير منيح، الرؤية صارت منيحة، فبنكون خلصناه من مشكلة كتير كبيرة. ممكن ترجع يصير معه انتكاس أو يرجع يصير معه انسدال؟ حسب ضعف العضلة، هذا بيعتمد على الحالة يعني اللي ممكن. هي ممكنة إيه، لأنه حسب حالة العضلة، إذا العضلة كتير مهلهلة وضعيفة يعني ما أنا عضلة حقيقة ليف أكتر ومندخلة بالشحم، فبتلاقي أنه بعد فترة رجعت رخت. بس بالعاده نحن عند هيك حالات نحن بنقصر شوي زياده يعني بنحسب حسابنا انه العضله شوي حترخي، طبعا في شروط ثانيه يعني، بس الاساس انه نحن التداخل يكون الاعظمي هو الاول تداخل، ممكن ينعاد مره ثانيه بتداخل ابسط. هلا هي الطريقه اللي بنسميها تقصير رافعه، بس في طرق ثانيه بالحالات الشديده، في حالات بيجي عندنا الطفل عينتين والتنتين منسدلين، فتحت عينه يا دوب يعني وهذا مبينه صغيره، العينتين بعاد عن بعضهم، شفونه من الناحية الوحشية مقلوبة،
فهدول بنقول لهم بليفروفوموسز، وهي حاله شائعه كثير عند الاطفال، تلاقي الولد هيك عامل ماشي وعامل هيك، هي الخلقي اغلبها من عند رب العالمين، بيكون المشكله بالعضله نفسها. فهدول الاطفال بالعاده نحن ما عم نستغلهم هاي الطريقه تقصير الرافعة، لانه العضله الرافعه تبعيتهم سيئه جدا. هدول بنعمل لهم شيء اسمه تعليق العضله. تعليق العضله انه نحن بنستخدم خيوط جراحيه منفوت لعند العضلة ومنعلقها، منستعين بعضلة تانية هي العضلة الجبهية، فبيقدروا يفتحوا ويحركوا شفونهم عن طريق جبهتهم مو عن طريق العضلة الأساسية تبع الجفن، هي نسمى إلا تعليق عضلة رافعة للجفن. هذا التعليق ممكن كان قديم يعملوه بالخيوط الجراحية، هلأ في طريقة بنعملها عن طريق الفاشيالاتا، منشيل من سفاق عضلة بالإجر اسمها فاشيالاتا، بناخذها عن طريق بنستعين بالاطباء الجراحه بيصنعوا لنا ستريب هيك مثل الشريط ومنعلق فيه، هذا ديمومته اطول لانه من الجسم الانسان فبيقعد فتره طويله ما بينكس وكشكل عام ما بيطلع بيطلع كثير مقبول. بس هذا مثلا الشرط الاساسي انه يكون الطفل عمره فوق ال 14 سنه 10 14 سنه مشان نقدر نفتح هذا الجرح الكبير اللي والعضله بالإجر. تكون تكونت ايضا عضله الساق اي الساق انه تكون تماما. دكتوره يعني خلينا نحكي عن الحالات الخاصه الشاذه يلي مستحيل ينعمل عمل جراحي لها، يلي في استثناءات ممكن هي تروح النظر على الاخير اذا عملنا فيها عمل جراحي. هاي البليفروفوموسيس احد الحالات الخاصه بس بتتدخل عليها الجراحه تماما لها علاج. هلا في حاله ثانيه مثلا اللي هي ماركوس جان، ماركوس جان لها علاج بس علاجها مو سهل ابدا. ماركوس جان انه الطفل هو عم ياكل بتلاحظوا الاهل او عم يعلك علكه جفن عينه هو نازل بينط بيرجع بينزل بينط بيرجع بيطلع، فهي الحركه ما حركه التم، هو عم ياكل بنقول له احنا الطفل اذا عم نفحصه عنده انسداد بنقول له خالته كيف انك بتاكل علك علكه بتمك عمل هالحركه بالتم، بتلاقي هي حركه تمه عم تحرك جفنه عم ينط جفنه، ففي تعصيب غلط بين الفك عصب الفك السفلي والعين. فهذا التعصيب الشاذ احد الحالات تعتبر الصعبه اللي نحن بنطلب منها انه بدنا نقطع العضله، نحن نستأصلها للعضله نشيلها لانه هي عضله يعني شغاله هي بس تعصيبها غلط، فما فينا نشتغل على التعصيب فبنقطع العضله ونرد نوصلها جراحيا. هي تعتبر من الحالات الصعبه بس انه لها علاج. هلا الحاله اللي ما فينا نتداخل فيها ابدا هو اعتلال العضلات اللي المترقي من له، يعني الجفن عم ينسدل، عضلات العين ما عم تحرك، هي مشكله بالتكوين العضلي للعين، وبالتالي اي تداخل حيكون للموضوع للأسوأ، فبتلاقي الطفل ماشي ورافع راسه لفوق وما فينا نعمل له اي شيء. حاله ثانيه اذا كان في عندنا منعكس من له منعكس بل، هذا المنعكس انه نحن وقت ما بننام بشكل طبيعي اذا حاولت تفتح عين نايم بتلاقي عينه فوق، هي العين الطبيعية لازم تطلع لفوق انت ونايمة، هذا الشيء الطبيعي. هلأ في عنا حالات ما بتطلع العين لفوق، فهذا بيؤدي انه نحن اذا اجينا صلحنا هذا الجفن ورفعناه العين اثناء النوم بعدها تحت ما فوق، وبالتالي العين مكشوفة طول الوقت اثناء النوم وبالتالي بتتقرح وبتروح، فمنضطر نحن وقتها ما نعمل عملية جراحية ونستنى انه هذا الطفل بده يقبل بوضعه الحالي. هلا في شغلات تطورت غير الجراحه، عم نستعين بالفنيين البصريات بالتقنيين. هاي الحالات مثلا انه الطفل طيب بده يشوف بده يقرا. كبيره دكتوره هاي الحالات بالنسبه مقبوله والله شيء 10% موجودين، واغلبها وراثي اسبابها اسبابها عصبيه بشكل اساسي هي، فالفكره انه نحن ما عم نقدر نشتغلهم جراحه، شو بنعمل لهم نتركهم هيك كمان عم يعملوا نظارات يصمموها الى مثل العكفه من ورا بتسند الجفن لفوق، فاثناء مثلا بده يدرس بده يشتغل بده يعمل لابس النظاره حق عينه مكشوفه، بس هو بحاجه انه عينه مكشوفه مشان يؤدي وظيفته اللي عم يقوم فيها، بس بالليل انه انت شلت النظاره رجعت نزل الجفن لطبيعته وانحلت هاي المشكلة. فهي عم نستفيد منها أنه بتقنيات غير جراحية عن طريق مساند للنظارات ترفع هي الجفن. هاي الحالات اللي فعلا بتوقف الجراحة عاجزة قدامها، حالات خاصة كتير. طيب لما بنحكي نحن عن انعدال الأجفان يمكن اللي صار في يمكن مثل هوس عند أغلب السيدات إذا بدنا نخصص شوي أنه أنا جفني نازل شوي بأي تغيير فهي بتلجأ للجراحة لحتى تحسن من المظهر، إذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وشو هي يمكن النصائح اللي ممكن تعطيها للسيدة قبل العملية وبعد العملية، ممكن تحذيرات لحتى ما تفشل العملية. هلأ ترهل الأجفان الجلدي
هو شيء شائع وحيصيب أغلب العالم، يعني هذا مع تقدم بالعمر إجباري حيكون موجود. هلأ الفكرة الأساسية أنه مثل ما قلت لكم عرك العين ممكن يزيد الموضوع سوءا. هلأ التداخل في شغلة شيء اسمه قبل الجراحة، بس لنبه عليها قبل، هي بهم يمكن الصبايا والصغار اللي عنده فعلا جلد زايد، مثلا عنده بتعاني من وزمات، بتلاقي انه بالليل منتفخوا عيونها، الثاني نهار الصبح منفوخين، تكرار هالحالة عم تعمل رخاوي بالجلد وهي عمرها صغير، تروح دغري على الجراحة. في شغلة اسمها جت بلازما، هي عبارة عن جهاز بيعمل نقاط، كيف بتكون عم تكوتري او شيء، نقاط على الجلد بتحرض الكولاجين بهالمنطقة وبتخليها تشد. في شيء اسمه فراكشنال، هدول مو جراحة، هدول كتير شغلات بسيطة بس لتستطب للحالات الخفيفة والأعمار الصغيرة اللي بيكون إسا في جلد في كولاجين وإلاستين، كتير فعال وبيعطي نتائج كتير حلوة، بحاجة جلسات يعني متعددة بس بيعطي نتيجة حلوة. هلأ بنلجأ للجراحة، بس فعلا يكون في كمية جلد زايد ما حيمشي معه هالحالة. الجراحة كتير بسيطة وكتير سهلة، وبس بدها إنه يعني مراعاة القواعد الأساسية. ليش؟ لأنه الكل ما شاء الله ما شاء الله صار يشتغل جراحة أشفان، يعني من أطباء الأسنان أنتوا طالعة، فما عاد محصورة بشي. فالفكرة الأساسية أنه لازم في قواعد أساسية، أنا ما بدي بالغ بالشد مشان ما أعمل مشكلة. في كتير نحن بيجينا بيجونا الاختلاطات بيكون عاملة ما بعرف عند مين وعند فلان، أخطاء مرعبة دكتورة، يا العين ما عم تسكر هيك، منظر العين المفتوحة يا عين أكبر من عين، يا ما بعرف شو عاملين، صارت وزمة دائمة يعني يعملون ويرجعوا بعد سنة يعملون مرة تانية، في كتير أغلاط عم تصير. فهي ما عم يراعوا القواعد الأساسية بعمليات الأشفان، فالمفروض أنه هاي تتراعى. بعد العملية، العملية مدتها يعني نص ساعة تقريبا لكل جفن إذا كان فيها شحم وما شحم من هالقصص. بعد العملية الخيط اللي بنحطه جراحي بنسحبه بعد 5 أيام، يعني ما إنه وما بيبين علامه ونحن بنكون على إنه تجميليا، فبنسحبه بعد 5 أيام. بترجع المريضة من ثاني يوم لحياتها الطبيعية، مفتحة عينها ما في مشكلة. المشكلة الأساسية تبعيتنا الوزمة، ممكن تطول حسب كل شخص وجسمه، بس تروح الوزن بيرجع المنظر طبيعي ما في مشكلة. أكيد نتمنى السلامة والخير للأطفال أولاً وعلى الكبار ثانياً للجميع. يعني شكراً كثير لك دكتورة بوسينة بدردين، شيخة اختصاصية أمراض العيون وجراحتها، شكراً على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها ونهارك سعيد. شكراً لكم، شكراً لك دكتورة. ما هلأ ليا خلينا نروح لقصة مميزة من قصص النجاح لشاب بمحافظة السلمية بعمر 7 سنوات قدر يحصل على الميدالية الذهبية بالحساب الذهني. خلينا نشوف التفاصيل بالتقرير التالي. بعد تميزه الواضح حصل الطفل مجد محمد ذات 7 سنوات ابن مدينة السلمية على الميدالية الذهبية لمشاركته في مسابقة الحساب الذهني في دمشق والتي أقامتها مؤسسة علمني. أنا أحب الحساب الذهني وبحب الأرقام، أجت الأم انتبهت علي وصارت تعلمنا بالبيت وسجلتنا عند الآنسة. هلا مجد كتير نافس طلاب، هو أول ما بلش إجا لعنا لأنه بحب الرياضيات بحب الأرقام، فنحن فعلا خلينا مجد يحب أكثر حتى أنه ينجز عمليات حسابية بوقت قياسي. نحن المسابقة لازم تحل ب7 دقائق 120 سؤال، طبعا هي المسابقة كتير بتمثل المسابقات العالمية أنه بتشبهها كتير، فنحن هي الأطفال اللي تعلمت على هي السرعة وتتدرب بهي السرعة. مجد إجانا بالبداية كان كتير بطيء، بس كان بيحب، كان عنده شغف لأنه يتعلم. تدريبات واختبارات مستمرة خضع لها الطفل مجد في عدة مستويات للحساب الذهني والتي ساعدته لاجتياز هذه المسابقة ومنافسته للمتسابقين من مختلف الفئات العمرية. مجد هو طفل بحب الرياضيات، عنده كتير مواهب بس الرياضيات شيء مهم بالنسبة له. لما بلاقيه بالبيت كان يحسب أرقام صغيرة لحاله، فأنا حبيت أني أطور له هذه الموهبة، حبيت أني أطور له الرياضيات. تنمية موهبة أي طفل هي مسؤولية على عاتق الأهل، دائما مسؤولية على عاتق الأهل والأهل حصرا. الطفل هو أصغر خلية بمجتمعنا، وتربيته الصحيحة وتأسيسه الصح وتقويته وتقوية شخصيته هي الأساس لحتى نوصل لمستوى راقي ولبلد راقي. يساعد الحساب الذهني على توسيع الخيال لدى الطفل وسرعة البديهة، كما يعمل على قوة الشخصية لديه بالإضافة إلى تحليه بالصور. محي الدين فهد للإخبارية السورية، ريف حما.
ومثل ما بلشنا يا فرح صبحنا مع الحرف السورية والمحافظة عليها وتعليمها للجيل الجديد، رح نرجع لهذا الموضوع ورح نحكي عن مكان اسمه خان الزجاج، هو بدمشق يعني بيقدم دورات عديدة للحرف السورية المتعددة لجيل حابب يتعلم، للشباب للصبايا، وأيضا بيهتم بهي الحرف وبيتبناهن ببعض الأحيان. خلينا نحكي عن أبرز الدورات يلي عم تقام بخان الزجاج وعن أيضا المشاريع القادمة يلي رح يقوموا فيها مع السيد فؤاد عربش رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا فيك. قبل ما نفوت بالتفاصيل والدورات المتاحة ومين مشارك فيها، خلينا نعرف أول شيء مشاركتكم بمهرجان قلعة دمشق ومين الفئات اللي شاركت معكم. نحن تمت مشاركتنا ب مهرجان اسمه بأيدينا بقلعة دمشق بدعوة توجهت لنا من وزارة الصناعة للجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية وللمركز التدريب يلي تفضلتوا عنه بخان الزجاج. نعم. هو المركز طبعا من الجمعية، الحرفيين اللي عم يدربوا من الجمعية، والمركز كمان أعلنت عنه وزارة الصناعة بالتعاون مع الجمعية لإقامة وضع، يعني هي صارت ثالث شهر رح ينتهي الدورة ورح هي الجمعية والمركز نحن قمنا بالتعاون مع المكتب الإقليمي الاتحاد العربي والأسر المنتجة بتخصيص جناح خاص للجمعية الحرفية لأنه عندها عروض مميزة بحرفة التراثية. تخصصنا بجناح مميز، عملنا نحن أقسام لأنه شاركنا بورشات عمل، مو نحن شاركنا بشكل أنه مثل أسواق البيع، يعني نحط هيك منتج للبيع أو شيء. كل حرفي عرض المنتج تبعه وعرض الطريقة اللي بيشتغل فيها، حط حرفي عم يشتغل الأدوات التقليدية اللي بيشتغلوا فيها بالحرفة وكيف عم تتصنع القطعة. كان بهذا الجناح في إقبال كتير، كان كتير في إعجاب للزوار يلي زاروا الجناح. تميزنا بحرف كتير مميزة جديدة، أدخلنا مثل مثلا تربية دودة الأز واستخراج خيط الحرير، هذا أول مرة نحن بنشارك فيه، كان في إقبال كتير. يعني هي الحرفة تقريبا انقرضت من مدة، وهلأ في بلدة صغيرة بمحافظة ريف حما دير ماما، بدير ماما عم تعيد هلأ أغلب الأسر هنيك عم يعيدوا هالحرفة بالعمل فيها. السيد وزير الصناعة أثناء جولته وزيارته للمعرض حط اهتمام كتير لهالحرفة هي وللعاملين فيها، وحتى وجه لهم دعوة بالمساعدة، شو بتطلبوا مساعدة الوزارة جاهزة تقدم مساعدة لهالحرف لاستمراريتها، لأنه كانوا بالأول يستوردوا بيوض وينتجوها هون، هلأ عم يربوا الدودة هون وأوجدوا بيئة ملائمة مثل شجر التوت الغذاء الأساسي للدودة، كمان أوجدوا لهم إياه وصاروا عم ينتجوا الخيط هون، والخيط الحرير المنتج بسوريا من أجود خيوط العالم. يعني كمان كان المركز التدريبي له دور كبير أثناء العرض، توجه السيد وزير الصناعة على هالحرفيين اللي عم يتدربوا، كان متابعهم وزارة الصناعة متابع المركز التدريبي من بدايته عن طريق المركز التدريب المهني يلي موجود، كان في مراقبين على الدورات ومتابعين للحرفيين شو عم يشتغلوا شو العمل. المركز ناشط بخمس دورات تدريبية يلي هي العجمي، الرسم النباتي على الخشب، الخزف، القاشاني، الاكسسوارات والحلي التقليدية، الميناء على الزجاج. هدول ما يعادل 50 طالب، كل تقريبا 10 طلاب عم يتعلم حرفة من هالحرف وأبدوا اهتمام جيد، وأغلب الطلاب هن من طلاب الفنون الآثار والمتاحف، يعني دراستهم كملوها بالدورة التدريبية، وكان في كتير نشاط منهم جيد وفي مهرة، يعني في منهم موهوبين أعطوا شيء عمل جيد بتعليمهم لهالحرف هي. تمام،
يعني سيد فؤاد، من خلال زيارتنا السابقة لخان الزجاج يمكن اطلعت كاميرا الإخبارية السورية على الدورات وعلى الشباب والصبايا اللي خضعوا للدورات، صاروا هن أساتذة ويعطوا دورات. دائما كل وقت له تخصصه بدورة أو له مجال إعطائه دروس خاصة. خلينا نحكي على مر هالسنين، شو هي يمكن أبرز الحرف يلي تم تعليمها بخان الزجاج؟ شو هن أكثر الحرف يلي مشي سوقها مثل ما بيقولوا بهذا الوقت، وخاصة هالوقت صعب أنك يمكن تسوق لحرف لمنتجات يدوية؟ هلا أبرز الحرف يلي هي عليها كتير إقبال هي حرفة الإشاني. هي حرفة قديمة والعمل فيها صعب وشاق، وحتى تواجدها على الساحة السورية قليل كتير. كان في كتير إقبال عليها وفي تعلم كتير من الطلاب أنه يتقنوها. بالفعل عطوا كتير شير رائع بعملهم بالقيشاني. القيشاني بيجي لعدة مراحل بالزمن، يعني في القيشاني الدمشقي، في القيشاني التركي، في القيشاني الأرمني، في كل واحد له طبيعة مميزة. هلا نحن عم نعلم الطلاب على كل المراحل القيشاني وعلي دارج فيها أكثر شيء. لقينا في لهم لمسة فنية كتير حلوة، عملهم بالريشة أثناء الرسم وأثناء الخط كتير في إتقان. الألوان رائعة، عم يعطوا ألوان عم يطبقوها، هو الألوان يلي بتعطي الإيشاني جماليته بالآخير. بعد ما تتلون وتنتهى القطعة عم تروح على الشوي، بالشوي عم تطلع قطعة مثل رخام، ولا أجمل من هيك. هي مراحل جديدة حطيناها على الإيشاني، عطت نتيجة إيجابية. بالمستقبل رح نشوف كتير طلاب. المواد الأولية للإيشاني هي متواجدة دائما وفيهم الطلاب أو اللي عم يتعلموا جديد إنهن يحصلوا عليها، حتى لو يعني غير مكلفة. طبعا لا مكلفة. هلا بالوقت هذا مكلفة وغالية، بس توفرها عم تتوفر يعني، بس ولكن غالي كثير. مثل المواد الأولية تبعها، الألوان يلي عم يستعملوها مو حي الله ألوان بيقدر يستعملها الإيشاني، عم تفوت على درجة حرارة من فوق 1000 درجة مئوية، إذا مو ألوان ملائمة لهالشيء بتحترق بتنتهى. المكلف تبعها بعد النتيجة، ما تطلع القطعة بحس الواحد إنه ما عاد في تكلفة، عم يعطي شيء رائع، شيء مميز ومطلوب. يعني أي زائر عم يشوف قطعة الإيشاني عم يعشقها، عم يلاقيها قطعة حلوة كتير مطلوبة للأسواق، كتير مطلوبة للزينة، لما تنعرض بالبيوت بالأماكن الثقيلة الفخمة، يعني قطعة مميزة كتير حلوة. بس لما عم نحكي نحن عن هي التكلفة العالية للمواد الأولية والجهد الكبير، وأوقات القطعة يمكن حتى تأخذ أسبوع وأسبوعين وممكن أكثر شغل حسب حجم ونوعية القطعة يلي عم يشتغلها الشخص اليوم، كسوق تصريف لهي المنتجات وبهي الظروف الصعبة الاقتصادية، إذا بدنا نحكي اليوم عن أسواق داخلية ممكن تتصرف ويكون إلى سوق، أو مقتصرة فقط على الأسواق الخارجية؟ هلا هذا الاسواق الداخليه هلا بنقول تقريبا معدومه، يعني هلا المواطن يا دوب عم يدبر اموره المعيشيه بس. اما القطعه كمطلوبه خارجيا للتصدير مطلوبه كثير. هلا في مغتربين عم يجوا لسوريا، لهم اهل ولهم معارف ولهم، بس عم يجوا يزوروا خان الزجاج ويشوفوا هالقطع اجمل قطع انه ياخذوا منها هي. هي بالنسبه لهم يلي عايش برا وعم برا عم يعيش بالقطع الاجنبي، عم يجي هون عم يلاقيها رخيصه، حلو بتسوقها بلاقيها سهله، بس على المواطن السوري عم تكون غاليه اكيد. هذا الشيء صعب نحن عم نعاني منه، ونحن متفائلين انه سوريا مستقبلا رح ترجع مثل ما كانت، رح ترجع السياحه ورح يرجع البلد، هذا املنا بالمستقبل ترجع كما كانت بالسابق، ونشوف هالسواح وهالزوار لسوريا وكذا عم يقتنوا من المنتجات الحرفية السورية. هذا بيشجع كتير انه نشتغل ونتعب على حالنا للمستقبل، نوجد شيء جديد نحلي فيه بلدنا ونرغب الناس تجي تزورنا.
أكيد. أستاذ فؤاد، خلينا نرجع يمكن صوت المالدي على شوي، يمكن خلينا نرجع للمشاركة بمهرجان بأيدينا بقلعة دمشق. واليوم قديش مهم انه نحن هالاماكن الاثريه تكون هي حاضن للحرف اليدويه يلي نحن عم نسعى للحفاظ عليها. هلا نحن هلا مثل قلعه دمشق كان مكان اثري كثير ملائم للحرف التراثيه. هذا شيء نحن شجعنا انه خلال جو القلعه والحرف الموجوده، وحطينا نحن من معروضاتنا ادوات عمل تراثية قديمة. يعني صورك كنا حاطين مخرطة خشب قبل دخول التيار الكهربائي لسوريا عم يشتغل، هو بيدور بالقوس ما في كهرباء، يعني عم يشتغل الحرفي بهالطريقة. هي كانت ملائمة، وحتى اللي كان لابس زي التراثي الشامي القديم، الانباز والطربوش وكذا، يقول لك ابن المصلحة هيك كان يشتغل فيها. هذا لا عطول الناس عم تصور وعم تهي، حتى تبع الزجاج عم يقص بالالماسة وعم ينزل الزجاج على الفخار. في كتير دق التطعيم، تطعيم تنزيل الفضة على النحاس، تطعيمة هي بتصير بالمطرقة والشاكوش، ما في آلة تنزلها، بيحطها وبيمعس الفضة بقلب النحاس لحتى تاخد مكان الفراغ وتعشق فيه، ما تعود تطلع بالمرة. كل الحرب مع الاماكن التراثيه، يعني نحن هلا بنتمنى انه هلا هي اغلب الحرف هي موجوده ضمن دمشق القديمه. اذا بنفوت على المحلات بنلاقي الديكورات تبع المحلات تراثيه لساتها على القديم. دمشق القديمه معروفه تاريخها، عم تعطي جماليه اكثر للقطع. اكيد بدنا نشكرك، اكيد كل الشكر استاذ فؤاد اول شيء على هي المعلومات. نتمنى التوفيق لكل الطلاب يلي يمكن عندهم شغف كثير كبير بالاعمال اليدويه. شكرا لك. اهلا. شكرا كثير لك استاذ فؤاد، شرفتنا والله يقويكم يا رب، واكيد متابعينا بصباحنا. وخلينا ننتقل الى صحنايا، فتم بالامس الاحتفال بعيد الصليب بكنيسه مار الياس الغيور بصحنايا، وتم رفع الصليب المقدس. اكيد بدنا نقول ينعاد على الجميع، وشفنا اكيد كثير من المحافظات السوريه احتفلوا امبارح بعيد الصليب، ينعاد عليكم يا رب. وخلينا نروح الى صحنايا ونتابع التقرير التالي. كل عام وانتم بخير. بعيد رفع الصليب المقدس ببلدة صحنايا في عادة قديمة وكتير حلوة، بنحكي قصة العيد، بنحكي معاني العيد اللي بتأكد على المحبة، محبة الله ومحبة القريب، كيف الإنسان لازم يتابع ويستمر برسالة المحبة والتضحية اللي بيعطينا إياها الصليب المقدس اللي علمنا إياه السيد المسيح، من خلاله أنه كيف نبذل ونعطي بدون حدود وبدون مقابل. بهالعيد نحن من عايدكم، من عايد المشاهدين الكرام، من عايد قائد الوطن الدكتور بشار، ومن عايد جيشنا العربي السوري، منطلب الرحمة لأرواح الشهداء الأبرار، ومنطلب كمان الصحة والسلامة والشفاء للجرحى وللمرضى.
مثل ما بدينا لها بالفن والأمور المميزة، كمان رح نختم بفن كتير يمكن طريف وجديد، خلينا نقول لما بندمج الحلاقة الرجالية مثل ما منقول بأشكال من الفن. رح نعرف عن هذا الموضوع بالتفصيل مع القصات العصرية طبعا والقصات المختلفة مع ضيفنا محمود عادل نصر. صباح الخير محمود. صباحي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. صباح الخير. صباحي. بالبداية خلينا نحكي كيف يعني رسم بالشعر بالحلاقة، شو هي المهنة الدارجة هلأ عند كتير من الشباب عم يحبوها؟ يعني خلينا نحكي كيف بلشت، كيف تطورت الفكرة وكيف طورت حالك أيضا. هلأ بالبداية هي كانت الواحد بيأسس حاله من البداية، بتكون هي مصلحة عادي بلشنا فيها كمثل أي مهنة عادية. بعد منا بلشت أشتغل عليها وحاول تطورها ونميها بقدرات بسيطة، والحمد لله رب العالمين لاقت نجاح وكتير كانت يعني وصلنا لمرحلة كتير منيحة ضمن المجال هيدا. محمود بنعرف كتير أشخاص يمكن لما بدهم يغيروا الحلاق بيحسبوا 100 حساب، بدهم يغيروا القصة كمان بيحسبوا 100 حساب. قديش شفت اليوم بعض الأشخاص الجريئين اللي حبوا إنه يجربوا هي القصات مع الرسم مع موديلات تعتبر يمكن جريئة اليوم، وشو هي الأعمار الأكثر يلي حبت هاي الطريقة؟ هلا بالحال العادية هي بتكون 15 ولتحت، يعني هي أكثر شيء محبب للأطفال. الطفل بيحب إنه يرسم على راسه، بيحب شكل كرتوني، بيحب نجمة، بيحب أي شيء محبب له. نحن حاولنا إنه نعمل يعني نقل نوعي بالمجال هذا، يعني حاولنا إنه نخلي الطفل يحب القاعدة على كرسي الحلاق ويروح الخوف من عنده. بنوعده إنه نرسم لك شيء محبب إليك أنت، وهالشيء هذا هو بيخليه يكون مبسوط. بتورجي رسمات ممكن هو ينقي بيناته. ايه. أو بجوز يكون عنده أي شيء كرتوني محبب له هو بيحب إنه يشوفه على طول على التلفزيون، بقى إذا كان وعدته إني أنا أرسم له إياه على راسه بقى هون ما عاد بقى يصير في عنده دافع إنه بقى يقعد على كرسي الحلاق وما يخاف منه. تمام. كمان هلأ جايين على المونديال ويمكن هي الفكرة أو الرسم على الشعراء أو على الراس هي أكثر شيء درجت بالمونديال. خلينا نحكي اليوم اللي بيحبوا كأس العالم، اللي بيحبوا فرق محددة، كمان رح يكون لهم ستايلات جديدة؟ إيه أكيد رح يكون لهم ستايلات جديدة. هلأ عم حاول إني أنا مدخل ألوان ضمن الشعر، يعني وقت عم نرسم وردة عم نحاول ندخل ألوان الورق الأخضر، الورد تكون لون موف او احمر، يمكن معنا صور كمان نشوف. وعم هلا على موضوع كاس العالم عم نحاول بدنا نرسم اعلام ضمن الفرق، الاشخاص اللي بيحبوا فرقهم ونرسم. محمود قد ايه ممكن تاخذ منك وقت القصه بهي الطريقه؟ والله هون حسب بقى الرسم، يعني بقى حسب تعقيدها او حسب، بس ما في رسم يعني يعني ربع ساعه بس. ربع ساعه يعني هي شغل متى واحد اخذ ايده علي خلص اشتغلت صار بكل أريحية. قدي بدها دقة كتير كبيرة اليوم لما بدنا نرسم على الشعر، لأن يمكن أي غلط ممكن ينزع الرسمة كلها هون. تماما. هلق هون صار في عنا صعوبة نحن بالرسم، إذا أنت بتلاحظي هلق الصور نحن ما عم نرسم بالشفرة، الشفرة يعني محل عم نشيل بالشفرة، ما عم نعملها رسمة، نحن عم نترك الرسمة هي الشعر. يعني بتصير الشغل إسا أصعب وأصعب، يعني الرسمة عم تضل شعر عكس المعروف، يعني المعروف انه هن بيشيلوا الشعر لتبين الرسمه. بتبين الرسمه، نحن بنشيل كل شيء وبنترك الرسمه هي الشعر. يعني العكس، الصعوبه صارت اكثر اصعب. تمام. يعني عم نتابع بعض من اعمالك محمود على راس الشباب الكبار والصغار كمان، ولكن هلا في عالم بيحبوا يعملوا ديزاينات على شعرهم ولكن بخافوا انه يطول لحتى يرجع يطلع الشعر، بجوز احيانا ما يحبوها للرسمه، بجوز يشتغلها مؤقتا فرجيها لحدا ويرجع يشيل. كمان بجوز في هيك حالات. وفي عالم تتركها تمشي فيها، بس مثل ما قلت لك يعني هي محببه لحد معين من العمر، يعني لحد ال 15 لتحت، يعني شاب كبير ما بظن انه يعني اقباله قليل، يعني عرفتي كيف، غير اذا كان خط او رسم صغيره او حركه خفيفه بس. من بينما اول شخص يمكن اذا بدنا نقول عن اول شخص جربت هي الطريقه عليه مين كان هو؟ واليوم قد في تفاعل؟ هلا هي كان اول مره طفل صغير قال لي انه رسم لي على شعري اول مره. انا هو ما كنت طلب؟ ايه انا ما كان يعني داخل ببالي الموضوع هيدا، انا عم حاول اني اطور المهنه بس
الطريقة بدي اياها تكون جديدة على كل شيء، يعني ما لقيت اي شيء، يعني عم ادرس للقصة. اجى الشاب قال لي، صبي صغير هو، قال لي ادرس ارسم لي نجمة على راسي. رسمت له اياها، حسيت حالي نجحت فيها. من وراها، من ورا هي النجمة بلشت بقى ان انا قادر اني ارسم اكثر واكثر، لو وصلت لمرحلة اني صرت ارسم وجوه. يعني صارت هلا اي رسمة بتجيبي لي اياها على الموبايل او على الحقيقة برسمها بدون اي صعوبة. محمود، في اشخاص عم تحب تتعلم منك طريقة الرسم؟ انا عندي مركز تدريب حرفة محافظة طرطوس، فتحت دورات خاصة بهالمجال هيدا. طبعا المركز هو شامل، حلاقة رجالية ونسائية. ضمن دورات حلاقة رجالية تبعنا دورة الرسم على الشعر الأولى بمحافظة طرطوس، وفتحنا مجالات أوسع فيها مثل ما قلت لك بالألوان وبالرسم بدقة أكثر. طبعا ضمن الإمكانيات المحدود، يعني هلق نحن إذا بنحاول نحن بنشوف بأي أماكن تانية، في مكانات، في عدد متطورة بشكل، بينما عندنا هون يعني في شيء محدود، يعني مو مثل دول برا، بس عم ننجح بس أكثر منهم بالشغلات البسيطة الموجودة عندنا. عم تحاول تشوف يمكن فيديوهات يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب أو غيرها، يلي كمان في كتير ناس عندهم هوس بهذا الموضوع وعندهم ابتكارات كتير حلوة، والبعض التاني منها ممكن يكون طريف ويحبوها الشباب. عم تحاول تتعلم من هي المواقع؟ أتعلم بالبداية مثل ما قلت لك، اللي رسمت النجمة حاولت إني أشوف شوي، فيها صعوبة ما بنكر، فيها صعوبة، فيها دقة، بس وقت الواحد بيكون عنده إصرار انه بده يشتغل اي شيء بينجح فيه. حاولت اني اشوف اني اعمل مثلهم، الحمد لله نجحت وقدرت اني اعمل اكثر منهم. نعم، يعني محمود اليوم ضوينا على هالمهنه الظريفه، بدنا نشكرك كثير. تسلمي كلك زو، يا رب ان شاء الله بنشوفك مطرح ما بتحب. ميرسي. تسلمي كلك زو. شكرا لك ونهارك حلو. تسلمي كلك زو. لهون فرح نكون وصلنا لنهايه مشوارنا الصباحي. بدي أتمنى لكم بقية نهار يحمل معه كل الخير والحب والفرح لقلوبكم، ونهارك سعيد يا فرح. نهارك حلو أكيد ليا، ونهار حلو لكل الناس ولكل السوريين. تابعونا بكرة بنفس التوقيت، تبقوا بألف خير. باي باي.